لا انا ما عنديش هوس، لكن المراه كتكون انيقه بلا ما تكون فنانه، ماشي بالضروره كتهتم بالجمال ديالها وبالاناقه ديالها فيما مشات، فكيف بالاحرى اذا كانت فنانه كتمثل المغرب في بلادها وبرا. ماشي ضروري، شوف انا قلت لك انا بنت حالي بحال اي فتاه اي امراه، كل واحد حسب القدره الشرائيه ديالو. إرا بعض المرات عجبني شي ساك غالي اكيد غادي نشري، مي نقدر نشري ساك عادي ونلبسو ويجي معايا، لانه حنا اللي كنلبسو كنعطيو قيمه للبس، ماشي اللبس اللي كيعطينا قيمه، لانه كاين يعني بعض الاشياء اللي هي لي كاليتي اومان كتكون فينا، ماشي اللي لبس لا مارك. راه هو انسان مهم، الاهميه هي في الاخلاق وفي المبادئ وفي الفكر وفي الثقافه، وخصوصا الفنان خصو تجتمع فيه بزاف ديال العناصر وبزاف ديال الصفات اللي هي كتخليه يعطي احسن صوره للمراه المغربيه قبل ما تكون فنانه، ومن بعد باش كتعطيك فنانه عن طريق اعمال فنيه كتقدمها للساحه. انا مع طبعا اي حاجه كتضر المراه المغربيه او الانسان، حتى الى خرجوا التحرش للشباب انا معاهم، لانه كما ما نرضاش البنت يتحرش فيها الشاب، ما كنرضاش الشاب يتحرش فيه الفتاه. مادام احنا بشر وبني ادمين، فكاين سلوكيات، والسلوكيات ما كتقتضيش غير على الراجل، كاينين بعض النساء حتى هما تيتحرشوا في الرجال قلال يمكن، ما كاينين. انا ما تنحطش براسي في هذا الموقف، وإيرا كتاب وهذا، فشغادي نقول لك كنتمنى ما يطراش، وإيرا طرا فما غاديش يوصل لواحد، حيت الاحترام كتفرضيه، الاحترام ما كتسنيش الراجل يحترمك، خاصك تفرضي الاحترام ديالك على الراجل. الجديد كاين أغنية مغربية في صدى التحضير، وكاين ألبوم عربي جاهز، وكاين تصوير أغنية زعما في بيروت كما قلت لك قريبا إن شاء الله. أنا المنتجة طبعا، شركة إنتاج كاينين، درنا معاهم إنتاج مشترك في بعض الأعمال، وأعمال تانية كانت إنتاج خاص. أنا أحلق بحرية، شركة الإنتاج راه كانت كتوفر لي، كنتفقوا على البنود مرحبا، مي الاحتكار والحصرية ممنوع. تابعوا أخباري وجديدي عبر سلطانة دائما. المرأة المغربية إن شاء الله تبقى دائما متألقة ومتفوقة في شتى الميادين، وإن شاء الله نبقى دائما نحضر معكم في تظاهرات بحال هادي وفي بعض ليزيفينمون اللي تيكونوا بنائين وعندهم غاية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.